لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. اختار الطاقم التقني للفريق الأحمر قائمة اللاعبين لمواجهة نادي الزمالك المصري باستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وضمت القائمة كل من أحمد رضا التكنوسي ويانس حنين وعيسى السيودي على مستوى حراسة المرمى، بالإضافة لأشرف داري ومحمد رحيم وأمين فرحان ويحيى عطية الله وأيوب العملود وحمزة شنان على مستوى خط الدفاع، إلى جانب عبد الله حيمود ويحيى شبران واللاعب جلال الدودي وأنس السرغات وأيمن الحسوني وحمزة أسرير ومنصف أشراشم ورضا الجعدي على مستوى خط الوسط. وعلى مستوى خط الهجوم الاعتماد على مؤيد اللافي ومبن ساكاي وجوفيت سومو، بالإضافة لمحمد الوردي وشعيب فيدي والمهاجم زهير المصرشي وصلاح الدين منيشو، ويرافق بعثة فريق الوداد المدافع حمزة شنان للمرة الأولى على الصعيد القاري بعد إضافة اسمه إلى القائمة الأفريقية للفريق الأحمر. يفتقد فريق الوداد لخدمة 8 لاعبين في المواجهة ضد نادي الزمالك المصري لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ومن المتوقع أن يغيب الحارس طه مريد واللاعب أيوب سكوما لاختيار الطاقم التقني للفريق الأحمر، بالإضافة لغياب المهاجم التنزاني سيمون مصوفا الذي يرفض العودة إلى فريق الوداد، كما يغيب كل من المهاجم بدي أوك والمدافع أمين أبو الفتح وحمزة إتعلال إلى جانب المدافع بدر الدين كدارين بعد إلحاقهم بالفريق الرديف لأسباب انضباطية، والمدافع الشيخ إبراهيم كومارا لعدم جاهزيته الكاملة على المستوى البدني والتقني، مما يضع فريق الوداد في ورطة كبيرة على مستوى خط الدفاع لعدم وجود أي بدائل خلال المواجهة ضد نادي الزمالك المصري. اعترف المدرب ريدر جراجي بأن مواجهة نادي الزمالك المصري لن تكون سهلة على فريق الوداد للعودة بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة الدولي، حيث أكد أنه سيواجه فريقا كبيرا ويمتلك مجموعة من اللاعبين الدوليين، كما أن الخسارة تعني له الخروج من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وأضاف أن فريق الزمالك سيلعب بنفس الطريقة الحماسية خلال المواجهة السابقة بين الفريقين على أرضية مركب محمد الخامس، كما أوضح أن فريقه يعاني مجموعة من الغيابات لأسباب مختلفة، بالإضافة لخوضه الكثير من المباريات في وقت وجيز على المستوى القاري والمحلي مما استنزف اللاعبين على المستوى البدني، كما وعد الجماهير الودادية بأنه سيواجه نادي الزمالك المصري للعودة بنتيجة إيجابية، بالإضافة للتأكيد على قوة فريق الوداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدرب الجديد لفريق الزمالك المصري رسالة خاصة للاعبين قبل مواجهة فريق الوداد، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد بأن لديه مسؤولية كبيرة عندما يلاقي فريق الوداد باستاد القاهرة الدولي، لأن خسارة فريق الزمالك المصري تعني الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما أوضح أنه يسعى لتحفيز اللاعبين رغم صعوبة المهمة ضد فريق الوداد والذي يعتبر من أقوى الأندية على المستوى القاري. وأضاف أن مصير الزمالك يعتمد على مباراته ضد فريق الوداد، وذلك لتفادي الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحصل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين. اضطر الطاقم التقني للفريق الأحمر إلى استبعاده للمدافع الشيخ إبراهيم كومارا من السفر إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك المصري، وأكد مصدر ودادي مسؤول بأن هذا القرار راجع لعدم جاهزية المدافع الشيخ إبراهيم كومارا على المستوى البدني والتقني، حيث عاد مؤخرا لاستئناف التدريب بعد شفائه من الإصابة والتي كان قد تعرض لها خلال مواجهة نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. ومن المتوقع أن يعتمد الطاقم التقني للفريق الأحمر على المدافع عمي فرحان الذي قدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة لفريق الوداد، كما تألق بشكل كبير في المواجهة السابقة ضد نادي الزمالك المصري على أرضية مركب محمد الخامس، حيث سجل الهدف الثاني لفريق الوداد خلال المواجهة، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
يتواصل تراجع مستوى المهاجم بن ساغاي في المباريات الأخيرة لفريق الوداد، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة نادي الزمالك المصري يوم الجمعة القادم، حيث لم يستطع المهاجم بن ساغاي ميناء التسجيل في المباريات الخمسة الأخيرة بالدوري المغربي، كما أنه عجز عن التهديف في آخر مبارتين لفريق الوداد لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. لكن من المتوقع أن يعتمد الطاقم التقني للفريق الأحمر على خدمة المهاجم بن ساغاي في المواجهة القوية ضد نادي الزمالك المصري باستاد القاهرة الدولي. استطاع الحارس أحمد رضا التكنوسي في المباريات الأخيرة لفريق الوداد أن يقدم أداء جيدا ويؤكد انتفاضته وتمرده على فترة الفراغ التي يمر منها مؤخرا، حيث كان من صناع الانتصار ضد نادي الزمالك المصري وشباب المحمدية. ويعتمد الطاقم التقني للفريق الأحمر على العودة القوية للحارس أحمد رضا التكنوسي خلال المواجهة القادمة لفريق الوداد ضد نادي الزمالك المصري، حيث يسعى فريق الوداد للعودة بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة الدولي، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي الزمالك المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. من المتوقع أن يشهد الطاقم التقني لفريق الوداد مجموعة من التغييرات في الأيام القليلة القادمة، حيث رشحت مصادر ودادية من داخل مركب محمد بن جلون أن يعمد سعد النصيري إلى استعانته بخدمة معد بدني بالإضافة لمدرب حراس بتوصية من المدرب وليد الركراكي، وذلك من أجل منحه الإضافة للفريق الأحمر ورفعه لمستوى اللياقة البدنية للاعبين، والتي شهدت تراجعا كبيرا في المباريات الأخيرة لفريق الوداد الرياضي، كما دفعت النتائج السلبية لفريق الوداد في الدوري المغربي بسعد النصيري إلى عقده اجتماعا بالطاقم التقني لمعرفة الأسباب وراء تراجع مستوى الفريق الأحمر، حيث يفكر في التعاقد مع طاقم تقني جديد بتوصية من المدرب وليد الركراكي، وبدوره سيكون المدرب وليد الركراكي تحت مجموعة من الضغوطات في المباريات القادمة لفريق الوداد، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية للمنافسة بقوة هذا الموسم على لقب الدوري المغربي بالإضافة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.